تم مناقشته في مجلس الشيوخ وحيل المجلس النواب، انما سياده الرئيس بصفته رئيس السلطات الثلاثه في مصر احال مشروع القانون الحوار الوطني نظرا لاهميته، نظرا لان القانون بيتكلم عن علاقه عمل بين عامل وصاحب عمل خلال الفتره القادمه. فحرص السيد الرئيس على ابنائه العاملين وابنائه اصحاب منظمات الاعمال برضه ان يكون هناك تشريع متوازن يحافظ على حقوق الطرفين، ده بيأثر على العمليه الانتاجيه وبيأثر على الاقتصاد المصري في المستقبل ان شاء الله. طول ما هناك استقرار في العلاقه، في علاقه العمل بين العامل وصاحب العمل، بالتاكيد ده هيؤدي لزياده انتاجيه وهيؤدي ل تقليل الفاتورة الاستيرادية ويؤدي إلى وجود منتج محلي داخل السوق المصري من شأنه أنه يرفع من قيمة الاقتصاد المصري.